أنا جملت عقلي أكتر. الحمد لله راضي بشكلي من لما الناس بتابعوني من زمان وبيعرفوا شكلي واحد. بنصح شوي بنحف شوي بس إنه مبضع جراح. اليوم دائما بحكي للعالم الجمال يصنع. أي إنسان بيقدر يروح لدكتور تجميل ويجمل شكله ويصير عنده هالشفايف شايف شو هاي الأشياء بيعملوها الصبايا. بس هذا الأهم، هذا اللي أنا براهن عليه دائما. وهون يمكن شوي مرات بشوف إنه بيميزني بأماكن معينة، مش تقليلا من الآخرين، لكن لما يكون في مقارنات بحب دائما إنه يفوز، يعني رجاجة العقل تفوز أكثر، ولو إني برضو شاطة ومجنونة، بس بالنهاية لا، بحب دائما إنه وجودي يكون هادف، الأشياء اللي بقدمها تكون هادفة. مش كلها أكيد أكيد، يعني في عندي اختيارات مختلفة ومنوعة، لكن إن جنرال ظهور الإعلامي بحب دائما يكون هو ظهور هادف. وما عمري بحياتي يعني حتى تسريحة شعري برتاح فيها دائما، العالم متعودة علي ستريت، يعني شعري أنا إنسانة بكره التغيير، فتخيل لما يعني أعمل شعري